كلا، إنها تستدير الدندور إلينا. لا تتحرك، لا تتحرك، لا تتحرك. لا أتحرك، كنت أنتظر هذه الفرصة. أنا أحبك. ضوء أحمر، ضوء أخضر، أحمر، أحمر، أحمر. الأخضر يعني الانطلاق، الأحمر يعني توقف، القلب يعني الحب. أنا أحبك، أقبل حبك الوافر. أجل، لا أصدق أن أحلامي تتحقق. ولكن ماذا عن اللعبة؟ هل ربح؟ أحبك كثيراً يا فتاتي، سأقابلك الآن. قبلة، كلا، 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 ضوء أحمر. ماذا؟ ماذا حدث؟ هل ترفضين قبلتي؟ كلا، لدينا مكان آخر لنذهب إليه. فيلم؟ أنت تمزحين، ليس ممتعاً مثل التقبيل. ضوء أحمر للتقبيل، وضوء أخضر لمشاهدة الفيلم. ها نحن ذا، لا يمكننا أن نتأخر. أحب العروض المسبقة. إننا نتحرك بسرعة، أبطئي قليلاً. لقد وصلنا إلى السينما في موعدنا. اجلس في مقعدك كي لا تفوتنا العروض المسبقة، ستبدأ قريباً. ماذا يحدث؟ هناك ورقة شجر في فمي، أبعد هذه القمامة عني. ماذا يفعل هذان الزوجان هناك؟ إنها تطعم الفشار. فهمت، ضوء أخضر للموافقة على إطعامه. إعلان الفيلم مضحك. ماذا؟ كان ذلك فشاراً كثيراً، ولكن شكراً، أنا أحبه بالفعل. أخضر للموافقة على مزيد من الفشار لحبيبي. ضوء أحمر، لنضع هذا جانباً حالياً. ماذا يفعل الزوجان الآخران الآن؟ إنها تمسك أصابعه بأصابعها. التواصل الجسدي يعني حباً أكبر. إنها تريد الإمساك بيدي، لطيف جداً. كلا كلا كلا، علي تحمل الألم. ماذا أفعل تالياً لأعبر عن حبي له؟ رباه، إنهما يتبادلان القبلات. يبدو أن الوقت مناسب الآن للتقبيل. استعد، سنقابل بعضنا. ماذا؟ لا أريد تقبيلك وهذا التعبير على وجهك. عجباً، انظروا كم يلمع هذا الخاتم. أظنها ستحبه حقاً. ها هي تأتي، من الأفضل أن أخبئه لكي لا تراه. مرحباً يا حبيبي، جئت لأنضم إليك لتناول وجبة. من فضلك ابقي هنا، سأعود فوراً. يعجبني شكله كثيراً، مظهره جذاب. ماذا؟ يبدو أنه ترك هاتفه على الطاولة. لن يثق في إن نظرت في هاتفه. ضوء أحمر يا يد، لا تتصرفي لوحدك. قلت ضوء أحمر، لما تفعلين هذا؟ اتركيني. يبدو أنه حمى هاتفه بكلمة سر. حسناً، سأجرب 1، 2، 3، 4، 5، 6. يبدو أنها ليست كلمة السر الصحيحة. مهلاً، أعرف طريقة أخرى لفتح الهاتف. من الجيد أني أحمل معي هذا الحاسوب للحظات مثل هذه. يبدو أن الاختراق منحني ضوءاً أخضراً لدخول هاتفه. كلا، يبدو أنه يعود من المكان الذي كان فيه. علي إخفاء دليل خيانتي. ربا، لقد أحضر لي الورود وعازف كمان. إنه يستخدم الرومانسية لزيادة الحب بيننا. إنها طريقة ناجحة. أحضرت لك، أحضرت لك هذه الأزهار. رائع، سيطلب الزواج بها. هيا يا رفيق، يمكنك فعلها. خاتم، هذا يعني أنك تتقدم للزواج بي، ولكن علي القول. لماذا هاتفك مغلق بكلمة سر؟ يا للهول، طلب الزواج هذا يفشل سريعا. أظنني سأرحل أيضا. لقد هرب، أنا حزينة. آسف يا عزيزتي، أحتاج إلى هاتفي. يبدو هذا لذيذا ومرضيا. ضوء أحمر. أوو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 و
حصلت عليها يبدو أنها لي. أنا مرتبكة من أفعالك، سأحاول أخذ قطعة البسكويت منك. يبدو أنني أسرع منك، دافعي عن نفسك للحصول على الحق في أكلها. سنتعارك، ضوء أخضر للموافقة، ضوء أحمر رفضا لفوزك. سأتفادى الضربة، سأتفادى هذه أيضا. دفاعاتك أقوى مما ظننت. لقد أخبرتك بألا تستهيني بقدراتي، لن أرفق بك حين تكون قطعة البسكويت على المحك. كيف تصدين كل حركاتي الهجومية؟ أنت سريعة. الأمر سهل، يسهل توقع حركاتك. ماذا عن هذه أو هذه؟ حسنا مهلا، ربما علي ضبط توقيت حركاتي مع حركاتها. نلت منك، والآن حركتي الفائقة، ما رأيك في هذا؟
رباه، لو كنا نرقص الآن كنت سأديرك. واو! لقد فزت، قطعة البسكويت لي، سأكلها الآن، إنها لذيذة ومرضية كما توقعت. أوف! يا له من يوم طويل، أنا متعب، أتحرق شوقا للذهاب إلى السرير المريح واللطيف. سأنفش وسادتي قليلا، والآن سألعب على هاتفي لبعض الوقت، سيساعدني ذلك على النوم بالتأكيد. حان وقت دورة نومي، علي إنعاش جسمي بالراحة. أجل، إنني أهزمهم في هذه اللعبة. ما ذلك التداخل الضوئي؟ ضوء أحمر أفضل لاستخدامك الهاتف. آسف، أنت محقة، سأتوقف. هل نامت؟ يبدو كذلك، سأعاود اللعب. عاد التداخل الضوئي، سأخذ منك هاتفك. حان وقت نومنا وليس وقت اللعب على هاتفك. كلا هاتفي، لا أصدق أنك فعلت هذا. لقد سحقت هاتفي ولم تهتمي حتى. الكون الموازي، ولكني لا أحب دونتس. تداخل زائد عن الحد مع دورة نومي، انهض من هذه المساحة في السرير. ماذا تفعلين؟ لماذا دفعتني خارج السرير؟ كلا، لا تتحرك، هذا دبي سيراقبك خلال نومي. أخيراً يمكنني إكمال راحتي بدون إزعاج. أغراض البقالة ثقيلة، هذا عمل شاق. لقد أحضرت بقية البقالة إلى منزلنا. رائع، أحسنت يا عزيزتي. حسناً، حان وقت تناول هذا الغداء الرائع. سأبدأ بهذه الشطيرة، إنها لذيذة فعلاً ما أردته تماماً. سأتناول هذا الطعام المغذي أيضاً. يا للهول، هاتفي يرن، من الأفضل أن أجيب. مرحباً. أجل لحظة، سأتفقد الغرفة الأخرى. لقد ترك مكانه وهجر طعامه، هذه فرصتي لتناوله، سأخذ طبق شطائر. حان وقت افتراس هذا الطعام، هيا إلى معدتي. لذيذ، سأكل المزيد من طعامه. هذا طعام لذيذ، فمي يوافق على المذاق. ما زال هناك المزيد من الطعام لأكله على هذا الطبق. أجل أعلم يا رفيقي، من الصعب التغلب على ذلك المدير. ماذا حدث لغدائي؟ لقد اختفى تماما، كل طبقي من الأطباق فارغ تماما، لم يتبقى شيئا. عزيزتي، هل أكلت كل الطعام حين رحلت؟ كان ذلك مرضيا، الشطائر طعامي المفضل الآن. مهلا، ما تلك الحشرة على الطاولة؟ صرصور. أترى هذه الحشرة؟ عليك فعل شيء بشأنها. يا إلهي، حسنا، سأتولى الأمر، سأستخدم حذائي، هذا سيوقفها. حسنا أيها صرصور، ودع حياتك على الأرض. هل تخطط لتدمير الحشرة باستخدام حذائك؟ موتي أيتها الحشرة. أين ذهب جثتها؟ إنها مفقودة. ماذا؟ كيف أفلتت مني؟ لقد حددت موقع صرصوري مجدداً. لا تتحرك، ستزعج صرصور، إنه يجلس على رأسك. مهلاً، على رأسي؟ سأتعامل مع الحشرة. ضوء أحمر يا حشرة. لقد نجحت. كيف ستتعامل مع صرصور يرقد على رأسك؟ أخبرنا في التعليقات، ولا تنسى مشاركة الفيديو مع أصدقائك والاشتراك في القناة للمزيد من الفيديوهات الرائعة.